أنا كتير بخاف من الحرب، ويعني هيك أولادنا يعيشوا نفس الحالة اللي إحنا عشناها فيها. يعني خوفي يعني أن ما أكمل تعليمي. الجوع هذا أكبر خوف عندنا، الجوع. أنا أكثر شيء بخاف منه أنه ما يتحقق هالحلم. مستقبل أولادي ضاع، أنه راح يكبروا ويصيروا شباب ما فين يعرفوا يحكوا كلمة، ما فين يعرفوا يكتبوا حرف. أكثر شيء بخاف منه أني أنا ما أشوف أهلي، وبتمنى بالمستقبل أنه يجي يوم من الأيام وأرجع أنا وصغاري وجوزي لسوريا ونرجع نعيش هناك. هذا أكثر شيء بتمناه، أنه أرجع أعيش الحرب مرة ثانية. هذا أكثر شيء ممكن خاف منه. يصير عندي بيت، بس أنا الشيء اللي بتمناه بس أنه أملك بيت. أتمنى أنه هاي الفترة اللي عشناها، صرنا 9 سنين تقريباً، رح نصير 10 سنوات إلنا بهذا المخيم. أتمنى كلها تكون حلم ما يكون حقيقة، ونرجع مثل الأول على سوريا. نكبر أولادي وأشوف يعني أشوف المانا بعزة حدا يكون يعني واحد بيده مثلاً مصلحة كويسة، أنه يعني ما ينهان وينذل مثل ما أنا يعني شبهش. الحلم الحابب بحقه أنا العودة على سوريا، أنا وبي وأمي وأخواتي معي وأولاد عمي وكل عرابينا، نرجع هالبلد بخير وسلامة. حلمي إن الدنيا تبطل حرب وإحنا نعيش كلنا بأمان.